النهاردة صحيفة عكاظ السعودية قالت إن الحكومة المصرية بتستعد لطرح تطوير منطقة راس جميلة. راس جميلة دي موجودة في شرم الشيخ. راس جميلة أو راس جميلة وهي منطقة جميلة جدا في شرم الشيخ وتطل على تيران، وراس جميلة هي منطقة سياحية جذابة للغاية، وده ربما يكون تاني أطول شاطئ بعد خليج نعمة. ليس تصرفا استثماريا، هذا تصرف سياسي أخلاقي من محمد بن زايد. انت دلوقتي الباكج الميكس اللي انت بتعمله ايه؟ بتبيع شوية اصول عندك، هتنزل سندات بمليار، عندك مشروع زي راس الحكمة، عندك فلوس الصندوق، عندك فلوس الاتحاد الأوروبي، كل دول هيعملوا لك بوجة حلوة تمشيك. هتحل المشكلة؟ أشك، يعني الموضوع ينتهي؟ لا مش هينتهي.